في الصعيد وغرب الدلتا؟ طبعا القائمة بتاعتنا كان معروفة، قائمة الصعيد واللي تعرضت ليه حتى قبل الانتخابات بثلاث ايام تقريبا، وكان صدر حكم قضائي اكتر من مرة بعودة قائمة الصعيد لتيار الاستقلال والجبهة، لكن للأسف الشديد كانت اللجنة العليا ما بتنفذش الحكم او يعني بتعيق تنفيذ الحكم، وده ادى الى اصدار اربع احكام قضائية لأول مرة من مجلس الدولة، أدت في النهاية إلى هم يطعنوا علينا على هذه الأحكام أيضا أمام الإدارية العليا. نعم. وقالت الإدارية العليا بأحكام رادعة أنها يعاد فورا إدراج القائمة، لكن للأسف لم يعاد إدراج القائمة إلا قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة جدا، لم تسمح لنا بالمشاركة الانتخابية أو بتنظيم حملة انتخابية كما هو معمول به في الدستور وفي قانون الانتخابات، وبالتالي أنظرنا اللجنة العليا للانتخابات بأن تعطي فرصة لمن صدر له احكاما قضائيه من اعلى محكمه في البلاد وهي المحكمه الاداريه العليا، لكي نعطى الفرصه لعدم الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص او عدم الاخلال بمبدا المساواه، ولكن الى هذه اللحظه لم ترد علينا اللجنه العليا للانتخابات، ولاننا تقدمنا منذ خمس ايام اي قبل بدء الانتخابات بثلاث ايام. بس احنا دلوقتي من النتائج خلاص النتائج بتعلن يا فندم. النتائج ما احنا لم نشارك، احنا لم نشارك في انتخابات الصعيد كتيار الاستقلال. ما شاركتوش؟ واعلنا بالضبط.